مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من المزح نص جد من تلفزيون الان بتحضروا الحلقه كامله على التلفزيون واذا ما حضرتوها بتفوتوا على تشانل يوتيوب قناه الان لايك اند سبسكرايب الحلقه من اول وجديد بتشوفوا ضيف او ضيفه قاعدين قدامي عم بيتعرضوا لاسئله ذات سقف عالي وتحديات كبيره بيواجهوا فيها أسوأ مخاوفهم مزحنا نص جد وجدنا نص مزح ضيفنا بحلقه الليله هو فنان لبناني فنان لبناني له اسمه جيل من الجيل اللبناني اللي حفر اسمه بالصخر تاثر ببداياته بالفنان الكبير وديع الصافي حصل على شهاده بالموسيقى والتمثيل والاخراج، صوت رومانسي واصيل ممزوج بالطموح ومجهود الشخصي استطاع انه يبلغ الصفوف الاماميه، سهران وناطر عينيك وغيرها من الاغاني اعطته لقب ملك العاطفه والرومانسيه، كلهم شافوك اعتمد فيها الكرتون كان من كان يعني عنده كان رائد بكثير من الكليبات اللي عملها، وحشني كلامه كان مجسدا فيها شخصيه الفنان فنان الزمن الجميل بيتأنى بتقديم أعماله بيمشي خطوات ساكنة يمكن يكون شوي بعيد هالأيام كان عن الساحة الفنية ولكن اسمه مرح من بال كل الجمهور اللبناني والعربي بيسمع زقف كتير كبير للفنان النجم هاني العمري روح أهلا بالعمري ثانك يو على المقدمة الحلوة يا هشام هاني كيفك؟ انا منيح لا عن جد هلا خلينا نكون صريحين قد ما انت غايب او قد ما انت اليوم الظروف اول أو شيء الظروف مش دائما مش ضروري تكون ايام ابتعاد ايام تكون غياب الغنية مش دائما الواحد, الواحد بيلاقي احلى غنيه مش دائما الواحد بيلاقي حاله اصلا من ضمن الجو الفني الموجود ايام الجو الفني كله بيكون ما بيشبهه وبيضطر يغيب لانه ما بده يضحي بخطه كرمال يعمل خط ما بيشبهه برافو مشان هيك هيدي مقدمتك كانت مشان هيك هاني بس 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 خلينا نكون صريحين اخر شيء هاني العمري از, إز هاني العمري هلا انت شو عم تعمل يعني انا شفت هاني العمري قلت هاني العمري العالم توقعت حدا يفوت واذا بفوت حدا قاصص اصلع يعني عامل لوك الاصلع مع الدقن اللي هو انا مثلا عندي اياه من زمان واللي هو دارج أه شو انت شو عم تعمل عم بتعود على الفن من الباب العريض حتى بلوك جديد لا أقول لك شغله اول شيء رحت عند الحلاق قلت له قص لي مثل هشام <applause> هاي اللي شغله بس غير لي دقني بصير مش كثير المهم انه الموضوع عم بحي الجمهور كله اللي عم بشوفنا وبقول لهم انه موضوع الاسم بس يكون عندك مسؤوليه عندك اسم ما فيك تخربط فيه م. اوكي بفترات معينه عبت غبت ايه لانه ما فيني يكون اعمل اغاني عاديه جدا و... وكون اغاني مبتذله بس لكون موجود لا فضل انه ما اعمل اغاني اوكي وبس شو بس شو بس بس ما بتشتغل لخبرك شغله شو معك حق عم بشتغل الشغل منيح ما وقفنا ابدا ولكن بتكون فرق ما تكون بمطلوب بعدد حفلات كبير في فرق ما يكون العدد سلكتيف ايه عادي هيدي جملة الله يرحم سيمو أسمر قال لي إياها أستاذنا وكان بالنسبة لإلي كنا كلنا معه وجورج إبراهيم الخوري وقال لي بدي أقول لك شغلة لازم تشكر ربك دايما كل يوم يا أخي طلعني مثل ما بتطلع عاصي طلعني مثل ما بتطلع وائل استوديو الفن <applause> قال لي أنت إذا ما طلعتك تشكر ربك وخليها بدينتك بركة متت أنا بكرة أغانيك بيضلوا بقلوب العالم محفوره لانه صوتك واغانيك بفوتوا للقلب، ما بيظهروا مثل ما غيرك بيروح بيدفع مصاري ليضلوا اغانيهم. طيب ما كنت افهم يعني نحن اولاد بلشين جديد. مزبوط قلت له بس يا استاذ قال لي خلص روح. مم. يعني هون الموضوع اللوك اللي عم تحكي عنه هيدا التغيير اللي هو اب تو ديت. اوكي بدك تكون اليوم تشبه العصر. ولا بصير برات العصر. والا بتصير برات العصر كلمه كبيره هاي لا لك ليه طب ليش 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 باللوك على بالك تكون جزء من العصر بالسوشيال ميديا عم تعمل لتكون جزء من العصر عندك عوده كبيره على السوشيال ميديا ابنك عم بيهتم فيها الله يخلي لك اللي صار عمره 20 سنه 21 سنه في روبير بايدا كمان اكيد مع رياض رياض عم يشتغل على نايناتون عم بيعمل لك ليش عم تقبل تكون جزء وما عم تقبل تكون جزء من العصر بالاغاني خليني اقول لك مين قال لك بالاغاني يعني الاغاني شفت الاغاني المزمار والطبل واو. لا مش هالقد يعني. بخبرك شغله اول شيء الشباب الاوادم ناجي والشباب ما فيني ما فيني إلا لك صاروا عن... فرقتي وفرقتك يعني صاروا فرقتي وفرقتك يعني هول بدنا نتقاسم <applause> لا قدامين قدامين عم نكون صرنا فتره وكان في حفلات عديده وعنا شغل كثير الله ان شاء الله الموضوع اللي عم بقول لك اياه هشام انه من جيلي انا هالمطربين اللي من جيلي كلهم م. طيب هلا انا بالنسبه لإلي عم بطلع غيرت اللوك بس اللوك ما فيك تغير شكل من برا اذا انت من جوا مش دارس شو بدك تعمل فهمت عليك دارس دارس موضوعي كله شو حتى تعرف. اختيار الأغاني حتى كل الشغل عندنا غنية جديدة هلا من علي الخطيب كمان موجود معنا علي أوكي. الخطيب له تحية عامل غنية كتير حلوة اللي عم نحضرها إضافة إلى موضوع التسجيل يعني هلا بدي أغني لك مثلا سهران وناطر عينيك بعد شوي طب سهران وناطر عينيك بنعرفها اوكي اه توزيع جديد أوكي. ولا أوكي. هيدا الشغل طبعاً هيدا اللي عم نعمله لكن لحظه شوي يعني انت اليوم جاي متكل على شغلتين يعني انت جاي متكل على لوك جديد وجود على السوشيال ميديا جديد بنفس الوقت كمان ريبرتوارك هو آه. شو بيقولوا يعني جذورك الصلبه ضلك يعني ريبرتوارك القديم عم تجدده كمان عم تجدده بطريقه مودرن ليه لانه لانه في جيل ما بيعرفه يعني في جيل اليوم عمره اللي ع... عمره 20 سنه وقت سهران طلع طال... سهران ناطر عينيكي طلعت كان عمره خمسه بس صح... لأ... عمرك... سهران لأ... ناطر سهران ناطر عينيك عمرة بالضبط 20 سنه او 22 سنه يعني كان كان مخلق بعد بس لخبرك شيء معك حق بس في جيل جديد بتفاجئ انا عمره 20 سنه بيعرفوا سهران ناطر عينيكي بيعرفوا عجبتيني كثير كل ما طل الصبح علي بفكر فيك كل ما أنا... طل الصبح علي بفكر فيك أنا... انا ما فيني كفر لازم آه. شو لا ما معقول ما المقطع هشام بدي لك شيء هو الاغاني طب كل ما طل الصبح علي عمرها 24 سنه واو ناجي بيعرف ما فيني ما مرتين طب هو الاغاني موجودين من من زمان هون اللي عم وصلك له بس انه فرق ما تغنيها بطريقه مثلا سهران وناطر عينيك ناطر عينيك طيط بطيئة على الع... <سألة> بطيئة على اليوم مش بطيقة... بطيئة بطيئة على اليوم يعني مثل ما العصر كانت غنيت أم كلثوم ساعة ساعة ونص أزود. صارت الغنية إذا بتتخطى الأربع دقايق منو هيدا خي شو اللي آه. يعني كله بده كيف صارت اليوم سهران سهران آه. شباب هاي الميكرو يو. إذا بدك إذا بلا ميكرو بعد الليالي قلبي عقيدي بسهر لحالي انت اللي بعيدي ما بيهدى بالي وانتي وحيدة يا روحي بعد الليالي قلبي عقيدي بسهر لحالي أنت اللي بعيدي ما بيهدى بالي وانتي وحيدي يا بدي قلبي على بسهر لحالي وانتي اللي بعيدي ما بيهدى بالي وانتي وحيدي يا روحي شو شو صارت روك؟ فيها روك؟ انه اذا نحن بدنا نعمل ابجريد بدك تعمل ابجريد بتعرف انه قلت لهم اياها انا؟ بتعرف طيب انه ايمتى قلت حتى كل سنه بتعرف انت قلت لامي الحمزان انا قلت لامي الحمزان قلت له يجي نهار ما حتتغنوا الا بنايت كلوبات وبخبرك حصل. شغله والله وبتمنى اي بخمس 50 من 10 سنين وهشام اذا ما بيقلدوني الشباب بالقريب العاجل انا عم بقول لك بيقلدوني عبر شاشتك اول مره أه. عم بعطيك الخبر اذا ما بيقلدوا هاني العمري باللوك والشكل والبند والموسيقى وال وال, وال والكول انه يا خيي كنا نطلع مقابله يقول لنا مثلا ما تحكوا سيما اسمر طلعت كتف وحكي يا خيي بالكول انت شو بدك تعمل طالع مثل ما شو بدك تصير تشبه العالم مجبور تشبه العالم يا خيي ما هيلعب لك إيه حتى ستوريات اللي عم بطلع فيها كون واعي من النوم فتح عيوني مثلا انا عم مش عم ماي ما ما بيقبلوك خلص ما بقى حدا يقبلك غير العصر اكيد هيدا اللي عم لك ايه طيب وصولا للغنية معقول تعمل الطقطوقه يعني معقول اليوم في طقاطيق ليك وعم بيضربوا ترند يعني اليوم خلينا نكون صريحين انت اليوم هلا سمعتني سهران وناطر عينيكي باصدار جديد على هيك احكي شوي بهذا الموضوع بس برايك في شيء اليوم انه الغنية مفروض تخلق شيء اسمه ترند يو نو واتس ترند اليوم <applause> هيدا هاجس هي العالم هوس الناس كيف نخلق الترند كيف نخلق كيف نركب الموجه الترند يعني الموجه قادر انت بشويه اعاده توزيع تخلق ترند لا. لا بدك تق... بدك غنيه تخلق ترند بخبرك خبرك ما فيني ما فيني. وين خياراتك <applause> ما فيني اعرف من اي غنيه م. اوكي ما فيني اعرف اي غنيه نحنا بدنا نحاول على ولكن هلا عندي شغله عم نعملها اوكي اللي هي طبعا طبعا في اغاني عم حضرها الترند ما فيك تعرفها اياها ما حدا بيعرفها بس اللي عم بعمله على السوشيال ميديا هيدي لفتي كمان للناس انه نحن ما بندفع مصاري لنعمل بوست انت بتعرف أوكي. الامور عندك المكتب وبتعرف اورجانيك بس اورجانيك عم بتجيب عشرات الالوف الناس اللي عم بتشوفك هيدي علامة مهمة علامه بداية جيدة بداية جيدة، بس شو عملت؟ هلا الاغاني اللي عم على المسرح مم يعني انا بغني اغنية سهران وناطر عينيكي فوت من بعدها مثلا غنية عمرو دياب أي واحدة؟ دي عارف انت الحظ مثلا بطريقة دبلوماسية مع الشباب لأنه كله مدروس، نحن عاملين فوق 12 بروفا نحن والشباب لبلشنا اه خلص خلقت هيدا الستوري تيلينغ من الاول للاخر ايه بس هي ديسكو هي تكنو هي بذات الوقت اذا بتجي بتقلي تعا غني قدود حلبيه اقعد لحالك بنقلب نحن كلنا وجوهنا بنصير قعدة عربيه طربيه خلص آه. نتخلى بس نحن عندك اوبسيون خي انت لك عندك سياره فراري بس بذات الوقت بيجي على بالك سوق الكية. انت حر هذا موضوعك وهيدا اللي نحن مفقود عنا بجيلنا والا صدقني ليش بيقولوا لك اختفى فلانه هي فلانه ما بقى عم نحضره آه لانه ما خيفوت لانه ما طيب بتخاف بس ما بتخاف تخسر هويتك الفنيه ما هويتي موجوده آه. هلا اذا انا غنيت ما رح اقدر غني طقطوقه لانه بدي غني شيء قريب من الطقطوقه مودرن وبيشبه هاني العمري غنيت من غنيت فوق لاصاله من فتره اغنيه لحن كثير حبيته مزبوط كفر حبيت اللحن شو عامل على انستا وعلى توك خربت مش قصدي اخره الدنيا انا قصدي شغله قصدي انه لحن حبيناه كتير وفات براسي قلت انا الله شو حلو يا شباب خلينا قال يا خيي انت هنا العمر كيف قلت ليش ما بدي غني؟ انه السؤال ليه ما بدي غني لمطربين كبار جورج وصوف كان يغني لكاظم كاظم السهر مع احترامي للكل اكيد سلمتك كان. بيضل تغيره كان وين كان بالعراق هذا هيدا وصوف يمكن بستثنيه بهالنفسيه اذا بتلاحظ التون جون او 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 جورج مايكل او حيالله مطرب بامريكا مطرب مبتدئ عامل غنية جديده بيروح بيحضروا بيشجعوا بيعطيه بوش لقدام نحن عنا لا كل واحد لحاله لا هيدا كيف بده يروح انت الفنانين خلينا حدا ما حدا فكر يعطيك بوش يعني بمعنى خلينا نقول ما اصلا في في صداقات بالفنانين ما حدا بيعطي بوش لحدا كل واحد بهمه انا في صداقات بالفنانين عادي ما في صداقات اليوم انت فنان ولا نجم هاني؟ انا ما بقيم حالي بهالموضوع ما بتحب انا ما بقيم ما, ما, ما بقرا هالامور انا بقرا وين عم بعمل اغاني حلوه مع الناس بس طيب اليوم اليوم هاني شركات الانتاج بعد لها محل ولا كل واحد هو يعني بمعنى يعني اليوم انتاجات على تيك توك آآ 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 اغاني على تيك توك اغاني على انستغرام سوشيال ميديا اهم ولا تيجي شركه انتاج ترجع تتبناك بعدها موجوده هاي الفيريتيل ما بقى موجوده ما بقى موجوده, موجودة؟, موجودة؟ انا اللي بقوله صار كل فنان هو, هو هو شركه انتاجه وتلفزيوناته موجودة الانستغرام والتيك توك والفيسبوك هو طبعا برافو عليك مم. انا ما فيني زيدي عنده انا ما فيني عليك عندك عندك شركه بهالامور انت بس انه انه انت هو هيدي انا بقول له انه انتم بابا ليش عم تردوا صفحت على التلفزيون انت كل واحد عنده تلفزيونه صفحتك على الانستغرام واللي انا ما عم بطلع فو... خي انا ما عم بطلع بس انه انا عم بقول لك اذا بتطلع بتعمل حركه حلوه بتعمل ترند شو ناطرين العالم بتعمل ترند طب انا غنيه عم نزلها مش لإلي لحن حبيته لانه الناس طلبته ليش ما بتغير صوتك شو لازم تاخذ كومنتس بس ليش شو ايه شو شو لازم تاخذ كومنتس اذا شو غنيت غنيه فوق مثلا ايه مش لازم يجيك 40 50 كومنتس 100 كومنتس ليش عم بتغني هذا كله حلو ما انا ما رح احكي هن يشوفوا يفوتوا يشوفوا هاني العمري مغنى غنيه لغيري نزلت عبد المجيد عبد الله امبارح شو يا طيب القلب وينك ايه كمان عم تل يعني اليوم عم تقلي يعني يا طيب القلب وانا كان انت عم تغني عم تغني خليجي كرمال لانه في خليجيين على التيك توك وعلى عم تجرب ترضي ازواج مثلا بتروح بتجرب تروح ايام للعراقي بروح للعراقي بحب العراقي؟ بحب العراقي بس بعد ما اخذت انا 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 اخذ غنية لالي ويمكن غني غنية عراقيه اه يعني شددها كفر بس هذا ما بيمنع برجع وبقول لك انه هالاغاني الكفر اللي عم نعملهم لا يعني العراقيين مليانين على تيك توك وعلى كمان كمان بيصنعوا نجوم ما بيمنع ابدا هاني آه فكرت اثناء غيابك عن الساحه او اثناء انت عم تفكر كيفك ترجع تعود فكرت بالهجره فكرت تجرب حالك آه لبنان فكرت بفتره معينه إيه من شي خمس سنين ليه كرمال كرمال ابنك؟ كرمال ابني كرمال آه كلنا يعني اغلب الناس فكروا بهالموضوع وقت شو عم تحكي انفجار البور وهالقصص وقت الصورة. انفجار البور وقت اجت الثوره وقت اجت الازمه الاقتصاديه كله مع بعضه وين كنت بدك تروح؟ اجت براسي الفكره انه كنت بروح على كندا، كان خياري كان بين كندا وبين استراليا اوكي ورجعت راحت الفكره من راسي ايه رجعت عدلت ليه؟ برايك اليوم بكندا وبامريكا هيك بيتذكروك اكتر بيتذكروك كتير ليك بدي اقول لك شغله الكومنتات بس نزل شيء بيتذكروني كتير ولكن مني هلا عنا تور ان شاء الله على عم تتحضر، مني موجود يعني مني موجود برا بحفلاتي حبيت اخذ بس بدك تركض لمطرح يا هشام ما بتعمل فشخه لورا انت؟ بلا ما في حدا الان يعني اي الإعلان بدك تعمل لورا فشخه، واذا عملت اثنين احلى انا عملت اثنين لورا م. عملت وحده اثنين تقلع، طلعنا أه. نحن اوكي بقى هيدي اخذت وقت انا عم بقلب هاني العمري غير بس تخبرك شغلة ايدنتيتي بس تخبرك شيء كمان انه نحن بس نطلع على المسرح انا بغني اعتبر فت بغنية انا بيخلص الميدلي بعد 20 دقيقة 25 دقيقة ما بونون نون ستوب يعني اوف يعني لتعمل بيلد اب للفن للي عم يعني ايه بس هيدي كانت تاخذ معنا برجع وبقول لك اتحدى اي مطرب من جيلي بيطلع بده يغني غنية بده يشرب كباية مي وبده يروح يرجع يفوت بالثاني طب هيدا موضوع كثير مهم انه نقدر نوصل له هيدا شو بيلد اب اكيد هيدا بده شغل طيب اه اه طلق مصاري بالبنك؟ طار مصاري بالبنك كثير؟ مش كثير طار مصاري بالبنك كيف كان سالفة فترة ما بتعمل حفلات كيف كنت عم تعيش هني؟ الأمور اه بخير، بنقبض 300 دولار من البنك لا هلا عن جد كيف كنت عم تقدر؟ <applause> اه في حفلات شوي، في الامور منيحة يعني الحمد لله قادر كنت ولا اه مرة اه وصلت لمحل منك قادر لا, لا الحمد لله بس هون مش هون مشكلتك انه ما حدا ما حدا بيتضايق بالموضوع بس مشكلتك وين؟ انه تقدر تنتج بوضع أزبط. انت عم تنتج لحالك مزبط. انا عم انتج لحالي مم. مم. في حادثه مؤثره بحياتك وفاه صديقك المقرب آه آه طانس رادي حبيب قلبي خيي كيف توفى آه طوني توفى من فتره واثر كثير علي يعني عمل لي شوك قويه لانه طانس انا وياه كيف ت... كيف لقيت الخبر وكيف توفى لقيت خبره انه بالعكس قعد انا واخواتي بالبيت وعم هيك عم شوي بطلع بالتليفون يا ريت اجاني تليفون يعني بشوف ورقه نعوه يعني تخيل هالزلمه على الواتساب ايه خلص ورقه نعوه ايه يعني بشع كثير انه واحد يوصل لك انه انت قاعد يوصل لك مش مثلا تليفون توفى مثلا صاحبك توني طلع هيك انه ورقه نعوه امتى امتى دفنه ايه هيدي شغله اثرت هو فيه. كيف توفى؟ عمل كريس كاردياك بالسياره وفات بشجره يعني بالليل كان اوف م. ايه هيدي هيدي حادثة أثرت علي كثير بالضبط عندك كثير حوادث مش كلها مش كلها بتزعل بحياتك عندك حادثة مضحكة صارت معك بعرس وانت كنت أنت وراشد المجد خبرنا أكثر عن الخبرية شو الخبرية؟ هيدي حفلة كنا كنا بسوريا بتذكر آه... من زمان قديمة شوي الخبرية بس كان عندي حدا كان يجيب شوز أكبر من إجره دائما بنمرة قالوا لي مش معقول تكبر إجرك بعد ترجع مثلا جيبها على قد إجرك إيه انه مش معقول تكبر إجرك بعد هلأ لا بكون مرتاح هيك اكتر لانه بيضايقني اذا صبت بقى عم ندق على المسرح معي فرقه طلعت انا وراشد وراي مع فرقته مع فرقه 12 شخص على المسبح حاطين شقفه صغيره والمسبح وراه ما بعرف شو عم يعمل بيفلط الصباط من اجره بيسحب على البسين <تصفيق> مثل <تصفيق> مثل <تصفيق> مثل البوط يعني بوط صغيره وساحبه هلا <applause> انا انت بقى طلع الشباب بصيروا يعيطوا لي عم غني بيعملوا لي هيك هلا انا شفتهم ما بقى فيني غني ضليت 3 اربع دقائق موسيقى إعادة اربع ايقاع عم تضحك ما فيني يعني هيدا هيدا مشهد ما بيروح من راسي طيب اليوم ابنك بتشجعه على الغناء هاني صوته حلو رياض بيانيست بدا بيانو كثير حلو وصوته يمكن حلو بس ما بحب يغني خلص بزنس والله ما بتشجعه ما بشجعه على الغناء لا لانه بحس راسه كثير هلا هلا اهم هلا برايورتي عنده بشغله هي اداره اعمالك يعني بمعنى اداره اعمالك على السوشيال ميديا هو هلا عم يشتغل لي ايه على السوشيال بيش ميديا بيشوف حاله انه بيو عن العمر مبسوط كثير مبسوط كثير بيزعل انك غبت بفتره من فترات بيزعل انه غبت بس برجع وبقول لك انا زلمه مؤمن جدا مم. اوقات التقصير بيكون منك اوقات تمرق بظروف بتكون هالظروف ما بتعرفها انت شو هي ما بتعرف انا ما بعرفها بس هظروف تحضير لشيء حلو ليش بدنا ناخذها بشكل سلبي انا ما باخذ بشكل سلبي انه يي إيه لك فلانه انا ما بفكر بركي فلانه اخذ حقه خيه وهلا انا لازم اخذ حقي انا بفكر بشكل ايجابي هاني انا بتذكرك عن جد خلينا نكون صريحه بحكي بصراحه هيك انه بتذكر وقتها كان في وقت كنتوا بفتره من الفترات كان انه رمز الرومانس فضل شاكر وهاني العمري صحيح كان انتم اثنين كان كان بهيدى الفتره زياد برجي كان غايب يعني صح. كان ما عم بيعمل كثير وهلا رجع بهج اخر 10 سنين رجع انفجر من اول اكثر يمكن من 10 سنين تمثيل رجعه الحانه الرائعه رجعته اغاني الرائعه رجعته ما استفدت انت من غياب فاضل شاكر عن الساحه يعني غبتوا سوا يعني جيتوا بدل ما تستفيد غيرك استفاد يعني خلينا نكون نحكي كلهم استفادوا وائل كفوري مروان خوري اليوم محتل مروان خوري بالرومانس محتل المراكز الاولى م. كلهم استفادوا من غياب فاضل ولا مباشره حتى ما اظلمهم بطريقه غير مباشره يعني مش انه هن بط اكيد بطريقه غير مباشره انت ما استفدت ابدا لخبرك شيء ما ما سؤالك حلو بس الموضوع مش انه قصه استفيد ولا لا برجع وبقول لك الاغاني موجوده قد ما تعمل اغاني انا هلا بوضع اللي انا فيه زياد برجي فنان بجنن ومروان خوري بحبهم وبعشقهم ونسيت كمان شخص اسمه صابر الرباعي كمان إيه. كان معنا عم بحكي لبنانيا كان معنا مع فضل لبنانيا بس برجع وبقول لك زياد برجي عم بغني لون ومروان خوري عم بغني لون مزبوط هيدا اللون انا بالنسبه لإلي اخذت وسام عده اوسمة علقتهم مم. يعني هذا اللون ما بقى فيني كيف واحد اوقات بتاكل سكر بيحلى قلبك مم. بتقول خيي انا شو بدي آه اكل بقى مش تعبت حلي قلبي منه مم. يعني هلا بجي مثلا بس بصوتها كثير بيلبق ايه موجودين بس ممكن اعمل قصه بس انا موضوعي برجع بقول عم بتوجه على مطرح تاني اعمل صوره حلوه اضافه لهول <applause> يعني بتخيل اذا بدي اعمل اغاني جديده رح اعمل بس مش رح اعمل احلى من مشتاق اضمك مزبوط. مش رح اعمل من سهران وناطر عنيكي <applause> مش عامل من احلى من وحشني كلامه يا هوا سهرا ما رح يعني هول اغاني موجوده ما راح اعمل شيء جديد مبلا بس كيف راح يكون في تركيبه جديده ان شاء الله آه طيب سؤال خيك باسكال مغامس من اهم تحدي الحفلات بلبنان ما ساعدك م. ساعدك ليك باسكال بركي عنده رؤية انه مش لازم ينجح اثنين بالبيت بموضوع بموضوع الفن بركي عم تحكي من حرية قلب <applause> لا بالعكس ابدا ابدا, أبدا, أبدا. انت باسكال؟ اكيد اكيد أه قلت له هالموضوع مم. قلت له باسكال انه انا كثير حابب أكون بموضوع الكازينو آه، هو ماسك الكازينو هو ماسك الكازينو كله ما ما ما, بتني عليه باسكال بس بلش حياته الفنيه اصغر مني بعشر سنين مم. يعني باسكال ينام عندي آه، اكل شارب نايم عندي اللي بده اياه تعال يا باسكال مشي من هون عمول هيك عمول هيك مم. بتعرف كيف تعتبر انك ساعدته وما ساعدك هيك خلينا نكون انا ما انا ما بفكر هيك بركي هو راسم شيء ثاني براسه مم. انا ما بفكر برجع بقول لك هيدا خيي بس الامور اللي بشوفها هو غير انت بركي بركي انا بشوفها هيك بركي هو شايفها بغير مطرح يلا بناخذ اول بريك بحالة ليلي بعد البريك بنروح لا مطلوب منك عن جد ابو الناج الك بعد بريك عوده لحلقه المزح نص جد الليله مع هاني العمري اه اذا ما حضرتوا الحلقه كامله فيكم تعملوا لايك اند سبسكرايب وتحضروا الحلقه اه على يوتيوب اه هلا مطلوب منك عن جد يا بتجاوب يا بتتواجه اسوا من خوفك هاني العمري مطلوب منك عن جد ابو الناج قالوا لي غرامك البرغل البندوره لا ولو لا ولو شوفك جيبوا لنا البرغل البندوره لا ماشي شو شو مش مزبوط ما, ما بتحب اطيب أكل انا بلاقيها انا بحبها كثير بس مثل السيرلاك كبه بالصينيه اطيب أكل عند الخوارنة <applause> <applause> ما بتحبها انا ما بحب البرغل والبندوره يلا برغل وبنادورة بت... اذا ما بتج اذا ما بتجاوب بدك تاكل برغل وبندوره صف لي هون من اكثر واحد بيعجبك صوته لاقل واحد بيعجبك صوته او بيطربك صوته ويعني وبنفس الوقت كمان يعني اقل نجوميه فيهم وائل كفوري محمد رمضان على على السكرين وائل كفوري محمد رمضان حسين جسمي محمد فؤاد عمرو دياب نصيب زيتون الاكثر اكثر واحد بيعجبك لي اكثر نجوميه يعني هلا اذا ما جاوبت بدي اكل من هي. هي. بيجي سؤال ثاني كثير في اسئله بدي بتضلك ورايا للطعمين اول واحد شهره أصدق ولا صوت نجوميه صوتا مع بعضهم يعني الرابور رابور نجومية صوت يعني ما فيكم ما أحلى صوت بس أعلى نجومية بدك الأعلى نجومية ايه عمرو دياب تاني حسين جسمي ثالث هلا عم نحكي ايه مان حاضرا مان مان أحمد سعد أحمد سعد منه بيناتهم لحظة ايه شو اسمه محمد رمضان رمضان سوري اوكي محمد رمضان رابع كفوري لكن عمرو دياب حسين جسمي محمد رمضان اكثر نجوميه من وائل كفوري عم تحكي انت انترناشونال انت اذا بدك اذا بدك لبنان غير موضوع لا مش عم بحكي صوت عم بحكي نجوميه لبنين. عالم عربي يعني عالم عربي عم بحكيك بدك لبنان غير موضوع خامس نصيف زيتون وسادس محمد فؤاد اي فوق. محمد فؤاد اتس not هيز تايم هلا مش وقته اه، طيب جدير لك هذا الحلو اللي بدي اس, اللي بدي انا اسالك عنه محمد رمضان قلت قلت انت عمرو عمرو دياب حسين الجسمي محمد رمضان محمد رمضان ثالث نجومية مع العلم انه اكيد اخف صوت بيناتهم واقل أقل عمر فني فيهم اوكي يعني فسد هذا الموضوع فاذا اللوك الترند خالف تعرف جدل مثير أك... للجدل شو يعني انت اليوم شو بتلاقي سر محمد رمضان شو الريسبي فينا نخلي الصوره ايه فيك تخلي اكيد رجعونا الصوره بليز بس في شغله مهمه لانه بالصوت اذا بقول لك هلا بدي ارجع لك بالصوت صفر لي اياهم اوكي بس بس بدي اقول لك ايه انه هلا الثالث محمد رمضان هي. يمكن بعد ثلاث اشهر تسالني اقول لك هو السادس آه. ليش؟ اوكي لانه هو هاي الشهره السريعه وهي السرعه اللي عم يمرق فيها آه. اذا هو عمل شيء جديد اخي فرجيني انه انت بعد سنه سنتين بعدك موجود هيدي, فقدر فقدر هيدي قوة, قوه عمر دياب هو ترند اكثر ما هو نجم هيدي قوة. عمر دياب صار له 30 سنه و40 سنه هيدي قوه عمر دياب م. ووائل كمان ووائل كمان سين كمان وكلهم كمان بس عم بحكيك هلا انا مين عم بحكي هلا مم. فهمت يعني انت بتعتبر اليوم محمد رمضان ترند اكثر ما هو نجم بس هلا عملت له نجوميه ممكن بعدين يروح ترند تروح معه النجوميه بس اسالني بالصوت ما بتخاف تعمل نفس الشيء يصير فيك نفس الشيء؟ لا تعمل تخلق ترند وتضرب هلا ابو شهرين ترجع يمشي انا عندي انا عندي 30 سنه 35 30 سنه فن مم. انا عندي باز مم. يعني هلا انا شو ما غنيت عم عم برجع بقول لك عشرات الالاف عم جيب كومنتس ولايكات مم. يعني انا انا فايت من من باز مزبوط مش إيه. انه عم جرب فهمت يعني عاملين طيب اذا دي... لك صف اليوم بالصوت نسي النجوميه قدرات صوتيه لانه ليك لانه الجدير بالملاحظه انه ترتيب الصوت غير ترتيب النجوميه معناته مش معلقين ببعضهم اكيد فاذا قل لي نمبر 1 حسين الجسمي 2 نمبر 1 حسين الجاسمي، نمبر 2 وائل كفوري. 3 ااا محمد فؤاد. اوف 4 عمرو دياب. احلى من نصيف؟ نصيف صوت كمان. نصيف صوت، بس أنا عم بحكيك قراب من بعضهم، يعني حطيت هيك عمرو دياب. يعني سادس محمد رمضان بالصوت أكيد. ايه طبعا الاخير طبعا يلا اوكي اي غنية من هالاغاني اللي قدمتها بتعتبرها اضعف وحده بريبرتوارك وبتندم انه غنيتها ما في صور صدقني بحبك صعبي عجبتيني كتير بحبك يا بيروت تعج... تعج... تعجبني طلتك قليله من الاغنيه ملفت للنظر بحبك كتير عندي مشاعر سهران وناطر بيروت معرفتها قد البحر وموجاته اي واحده بقول يا ريت اضعف وحده يا ريت ما عملتها ما الها معنى كان برجع لك إيه هون صدقني بحبك صعبة عجبتيني كتير بحبك يا بيروت تعجبني طلتك وحلاوة بسمتك ملفت للنظر ذكرني كيف كانت ملفت للنظر يا مل... ساكن في العلالي وشباكك كيك على القمر انزل لينا يا غالي, غالي. ما احنا زيك بشر كلمنا كلمة حلوة حنرد بألف غنوة شو حلوة؟ هلا ع... حل... انت اليوم تعال شوي بلش يكتشف ريبرتوارك الواحد شوي شوي بس لك شو عم نعمل هلا هول الشغلات عم نحضرهم لنسجلهم لنعملهم كفرات بس رب. برجع وبقول لك بطريقه جديده يلا طب خلينا عندي مشاعر سهران وناطر بيروت معرفتها قد البحر وموجاته كلهم 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 حلوين بس اضعف أه... وحده وفي وحده جديده كمان جمالها نوع جديد هيدا يمكن ما سمعتها اخر وحده جديده نزلت لا عم بحكي انا من ريبرتوارك القديم بس لديم. بس, آه بس هو ما فيني ما فيني لاقول لك شيء انا كثير نيقه على هالموضوع يعني انا كثير دقيق ما بنزل غنيه لاقول نزلتها برغل بندوره لا ما لازم جاوب اكيد اي غنيه بقول انه يا ريت ما غنيت اضعف وحده مش ضروري يا ريت ما غنيت اضعف وحده فيهم بيكون فيها تكون حلوه بس ما عم نطلع الضجه كيف بدي نقي وحده منهم كلهم حلوين يلا كلك لمت برغل انا اياها بالخبز حي قد البحر وموجاته خلص بحب رياض طيب اصل انا ما بحبه <تصفيق> <تصفيق> ولو ما بتاكل برغل وبندوره زعلت رياض لما تقول هل أنت بتكره البرغل؟ بكره, بكره البرغل وبنادورة يعني. طيب اسم مين من هالفنانين اللبنانيين بتعتذر عن مشاركتهم بحفله؟ جوزيف عطيه وديع الشيخ ناجي القسطى زياد برجي ادم معين شريف بعتذر عن مشاركتهم غير ايه ما بتطلع, معهم. ما بتطلع معهم بحفله ما من دون عذر يعني بس انه ما بطلع فيني اعطي العذر كمان ايه فيك اللي بدك اياه وديع الشيخ ليه؟ لانه بحس جمهوره غير جمهوري كليا اه يعني غ... بدي اجيب جمهور ثاني معي جمهوره غير جمهورك كليا طيب اذا انت وديع الشيخ الجماعة بحفله وديع الشيخ انت بدك تفتح له بتقبل؟ انا ما عندي مشكلة بعرف ليه؟ لانه بعرف مين انا انت ما عندك هالعقده يعني اليوم انت تطلع انت طالع عبر جوزيف عطيه بس اذا انت اليوم بدك تطلع بحفله مع جوزيف انت بدك تفتح لجوزيف انا بفتح للكل بدي خبرك شغله انا طلعت غنيت انا وشيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر بجوني بمطعم الليالي بلش كاظم الساهر وفل اوكي طيب هيدي آه لانه عنده حفله ثانيه عنده حفله ثانيه ببيروت اوكي هيدي طيب راحت قيمته لكاظم لك الساهر انه لا اكيد بعده كاظم ما حدا حكي فيها بعده كاظم الساهر هون عم بصير جاوبتني انت ما راح جاوب بس برافو عليك بس هي هيدي 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 الع... هيدي ساعة بالنفس بس لخبرك شغله هيدي العقد عنا طيب بتعرف شو عامل هلا اغاني كفرات بخبرك شو بغنى بحبك وبغار لعاصي الحلاني اوكي هيدي كلمات وقعت. اللي هو من من جيلك تقريبا من جيلي. طيب بدي اسالك سؤال ليش ما عاص الحلاني بغني لي مثلا كل ما طل الصبح علي يفكر فيك بركي بيعتبر انه هو منو هالقد غايب عن ساعة يعمل كفر لحدا تاني طيب بدي خبرك شغله ما الناس انت انت انت, سأل انت جاوب الناس عصام عم يضحك لحاله ما بعرف ليه الناس بحاجه الناس انا لك لمسته بحاجه تسمع من المطرب شو قلتلي انت قبل شوي الستوري بدي يشوفوا شو عم تعمل آه. ياخي يا خي طيب ما انت برايك ما بيقولوا مثلا طب ليك يا ريت مثلا زياد برجي بسمعنا غنيه مشتاق لمعين شريف يا ريت بلا بلا بتشارط انه اذا بغني له كفر بكسر دنيا بجيب اكثر ما جابت غنيته بتعرف ليش؟ مشان هيك اليوم لا, لا مشان هيك اليوم على الاي اي ما مخليين غنيه ما عاملينها بصوت واحد ثاني على على الاي اي بيرجعوا بيقولوا لك يعني لانه ليشوفوا شو التجربه رجعوا بيقولوا لك ليش فلانه غنى لفلان نجح؟ يا خيي طيب سؤال ليش ما انا بدي غني؟ عم غنى لاحمد سعد غنيت عليك يا عيون هي ما رح لك انا بكره بتشوفها سجلت سجلتها سجلتها كفر طب انا ما راح كاس الارض خي انا ما بحكي ليش بدي احكي انا مم. ليش سجلتها ما لانه عم نحكي عن مطرب معين عم نحكي لحن حلو صار لي راسي فيها قد ما بكل حفله بدنا نغنيها مم. بحبها عملتها بطريقتي غير ما هو عملها انه هذا موضوع كمان له اهميه جدير اكيد اكيد طيب آه شراكه شراكتك النجمه هيفاء وهبي ببطوله كليب غنيت بحبك حبيبي 2003 مزبوط قبل اي سنه هيدي عم بحكيك 96 96 كان عمرها ثلاث سنين هيفا <applause> لا عن جد سنه 96 عملت معك كليب 96 96 بحبك حبيبي كيف كيف بحبك حبيبي كيف شي الغنيه دخلك ذكرى انا بعرفك بحسك بحسك قراري بلاقي طريقي واضح باختياري بعشقك با انت من قبل ما انت تقابلني حتى عايش بافكاري صار معنا قصة عليها معقول بس مش معقول انت شو عندك بريبرتوارك صار عندنا قصة عليا كان بيقولوا لك انه هيفا وهمي صورت مع جورج وصوف بدي اوضح شغلة ايه اول كليب عملته هيفا جاية من الجنوب صورت غنيتي وكنت انا بعدني بأي ار تي ايه في بنت جايبينها جديد ما بعرف لنشوف طلع يلا شو اسمها هيفا وهمي صورنا الكليب معها عملت ظابط انا نجمة وحدة وقف الكليب رجعوا وقفوا لمعلوماتك اه. بخبرك آه. كنت ظابط نجمة وحدة جندنا الضباط جندنا اللي عنده رائد لبسناهم عادي عملنا مدرسه مقلد فيلم توم كروز شو اسمه الفيلم كان مش امبوسيبل توب جان وهيفا هي البنت وصورنا الكليب وغنينا وكانت هي الاستاذه تبعيتنا واز كان امين لحود قائد الجيش. جيش شافة فخامه الرئيس مرق بنسمي على ايام حتى مرق الكليب مره اثنين ثلاثه على ال بي سي خبط الدنيا عم بحكيك بال 96 اه. تليفون على ال بي سي بيوقف هيدا الكليب وقف الكليب لانه في ظابط لانه في ظابط معنا عيش ظابط لبناني مثل ما كانوا يعيشوا الظباط بالتوب جان اه. عايشين الظباط انه ما فرقانه معه اخذها وحط هيفا على الموتور معي وبالسياره اه ايه هيدا الكليب كان وهيدا ورجع لحاله سوق حاله باي سوشيال ميديا فوق بما انه هيفا شاركتك ليب اليوم انت كديو غنائي مين من هالنجمات عبالك لا من اكثر وحده عبالك تعمل مع ديو اقل وحده بتعمل مع ديو هيفا وهبي نانسي عجرم اليسا ميريام فارس نوال الزغبي مايا دياب بترد الاجر لهيفا وبتعمل معها كليب انت او بتعمل مع ديو صف إيه. لي من الاكثر الى الاقل كلهم بحبهم مين 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 اكثر وحده بعمل معها ديو؟ ايه انا انا رح اقيس مين بيلبق معي قرد. اكيد اوكي اول وحده بحس اذا بدي اغني مع ديو وصيب الديو لانه انا عندي رؤيه بهالموضوع okay. هي نانسي اوكي okay. واضح كصوت وك ك... بيرجع اليسا بيرجع ميريام فارس بيرجع هيفا بيرجع مايا دياب بيرجع نوال الزغبي نوال الزغبي اقل وحده بتلبق صوتك على صوتها عم نحكي كصوت <applause> ما 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 ليه بكرهها؟ ما شو اللي حكى بس انا؟ هونك شو عم تخنقني مع العالم يا ناجي انت <applause> <applause> هاني آه 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 نوال نوال اليوم اللي بنجي لك نوال وعاصي واللي بلشوا معكم اللي بلشتوا سوا كله آه بعطي حدا بيسال عنك؟ كلهم بحكيهم الوقت للثاني دائما اه بس انه ما بنلتقي يعني ما بتسائب أوكي. بس انه على طول بنسال بنحكي بنلتقي <applause> في وفا بال بالفن؟ ليك مش مش وفا بالفن قلت لك شو في صداقه بالفن؟ ما في صداقه بالفن في حدا كل حدا بحب حاله مم. في حدا بالفن كل حدا بحب حاله انا بدي انجح خيي طيب نجاح بس انه انا هي النفسيه برجع وبقول لك لانه يمكن ما ما مني قريب لانه مني هيك مم. مني هيك انت مستعد تكون صديق مع الكل انا مستعد ص... لك انا بغني للكل وانا بشجع الكل وبكون معهم باي مناسبه ما عندي مشكل لانه هي قيمتي ما بتنقص خيي انا بتزيد قيمتي هون مزبوط بعكس ما فهمانين اوقات بعض الناس طيب أي ألبوم من ألبوماتك كان أضعف واحد من الآتية أسماؤهم ملك روحي كلهم شافوك عجبتيني كتير صعبة ملفت للنظر مشتاق أضمك أرب... خمس ألبومات أضعف واحد ملفت للنظر أضعف واحد ملفت للنظر، بالنسبة لهوليك اكيد عم تحكيني بألبومات ملاك روحي مثلا ضارب فيه اربع اغاني ليه هني؟ اللي هن اللي هن عينيك اللي هني وحشني كلامه كلهم شافوك كل ما طل الصبح علي بفكر فيك شو كلهم بيكلم ضاربين اغاني ضاربين اغاني كلهم و... وصعبة ابعد عنها صعبة كمان البوم قوي صعبي كمان البوم قوي كانوا هول كمان معهم ايه مم. كلهم بس ملفت للنظر آه. ما ضرب منه الا ملفت للنظر ملفت للنظر بعتقد كانت هاي الالبوم لأنه كانت مع مشتاقة ضمك اغنية بغازلها وسهرها آه. صار الشبكة ونطرها تتذكرها مم. مين عبالك من هالفنانين تعيد غناء أغنياتهم بصوتك يعني اعاده احياء أعمالهم عصام رجي الله يرحمه عبدو يغي يطول بعمره سمير يزبك الله يرحمه وطوني حنا الله يطول بعمره اوكي عبدو يغي على اتصال دايم يعني دائما بحكيه وبيحكيني يا بكندا كندا كمان تحيه لبريجيت كمان بحبه كثير آه وعم بيقول لي في اغاني بس برجع وبقول لك ما بقى فيني اخذ الاغاني اللي كنت غنيها قبل يعني عم غير شوي بال طيب هيك عم بستايل جديد مين؟ غنيت له يومين شهرين عصام رجي ايه يومين وحكيت رامي رجي على الاردن من اربع ايام اوكي ويومين شهرين اول شخص كنت انا عم غنيها مزبوط غنيت له سمير حن لا سمير يزبيك لا لا الراحل سمير ياسبيك دخلك يا شال صاحبتك بتجنني بحبها يا شال شو بعمل غصب عني دخلك يا شال اه آه. غنيه كثير آه حلوه اه الفنانين وصدقني ما بقى في هيك صدقني طلعت على السويداء على سوريا عندي حفله من حوالي العشر سنين او اكثر شوي اكثر شوي خمس مرات مغنى الغنيه ورا بعضها بنفس الحفله ما قدرت زيح انا دخلك يا شال اوف بعد ما لك انت بنقي إيه اسم برجع بجدد له عن جديد بما انه هليك جددت لهم بتعمل توني حنا فاذا سمير يزبي سمير يزبي في عندي وحده براسي شو هي؟ أه مش عم بتذكرها مزبوط بس في في اثنين يا الله مش دقي يا ربابا في 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 كنت عم فكر بدقي يا ربابا على السيل المودرن عفوا يلا اه. مش هلا يعني بس انه بعدين اه. بتمرنوا عليها ايه ايه اه. <applause> اه بس اه لها عرفت على الغنيه وينك وينك من تيترات المسلسلات ما شفناك بولا تيتر مسلسل ليه؟ لانه يعني معناته انه بصوتك معقول يضرب كتير تيت المسلسل ما حدا دق لي ما حدا دق لك ما, ما حدا منسي منسي انت نسيني؟ ايه اخي يمكن قطع فتره بقول لك ايه انا برايي ترجع انت كمان تبين اكثر واكثر ايه ما هلا هذا اللي عم بعمله هذا اللي عم طيب هاني العمر اذا طلبوا منك تغني تيت المسلسل لاي نجمه لبنانيه بتختارها تكون بطله هيدا العمل سيرين عبد النور نادين الراسي نادين نجام دانيلا رحمه ماجي ابو غصن باميلا الكيك وحده منهم اه اكيد سميلي انا بحبها لباميلا الكيك اكثر وحده فيهم انا بحبها 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 يعني انه بحسها اكثر وحده فاذا باميلا مرت الجاي مسلسلك الجاي اطلبي يكون التيتر بصوت هاني العمري يعني انا بعتقد انه حيكون تيتر بعقل بحبها لانه الاكثر ط... وحده ناتشورال انتبه انا بحبها صوتك حلو انت كثير صوتك حلو هاني عادي شوف وحياة الله رب مو بصوتك انت انت بحدي. خدنا على بريك بغنيه <applause> كل ما طل الصبح علي بفكر فيه كل،, كل كل ما طال الليل علي بفكر فيك انت وحدك مالك قلبي بالغرام انت وحدك جوا عيوني عم لاقيك كل ما طل الصبح علي بفكر فيك كل ما طال الليل علي بفكر فيك انت وحدك مالك قلبي بالغرام انت وحدك جوا عيوني عبولاني برب برب حبيبي برب برب حياتي برب برب انت عمري انت روح الروح برب برب حياتي برب برب حبيبي برب برب حياتي كل ما تعود لحظة حدي عمري طول انت اغلى العالم عندي على طول بنسى كل, بنسى. لا لا أنت بنسى كل الدنيا وانت ما بنسى تبعد عني لا 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 مش معقول كل ما تقعد لحظة حتى عمري طول انت اغلى العالم عندي على طول بنسى كل الدنيا وانت ما بنسى تبعد عني لا 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 مش معقول فرق

شعر الكلب اوه روعه جيبوا لنا الكلب روعه روعه دخيلك يا زلمه شعر زلق. الكلب يا زلمه منين جايبينهم هول ولو منين حشينهم بهرب من شعر بلكي عندي انا اوكي إيه اذا بدك اذا ما جاوبت بدي احطه بدي كبهم على ثيابك بدك تنظف اذا ما جاوبت بدي كبهم عليك اجي بدي كبهم عليك ونظفهم وتبلش تنظف انت اوكي نحوفرك بدي حوفرك ما بيروحوا اعطيني اسم فنان بتلاقي النجوميه انبهطت عليه. يلا. يلا. كبون يلا. طول بالك طول بالك يا شابرو يعني كلمة نجم كبيرة عليه. ما في ما في شويات ما في ما شويات بده شويات بده يكسر الكل. شي واحد يفكر لك فيه. ما في حدا براسي جد عم بحكي <applause> ما في حدا براسك ما في حدا انه نجم لانه لا انه بتلاقيه اليوم كثير عم يشتغل ونجم بس انه ما انه ما إنو مش فاهمين انت ليش اوفر ريتد برافو عليك هاي الكلمه اوفر ريتد ما عندي حدا براسي يلا مكب شعر عليك مجبور شو بدنا نعمل يلا كلهم لا شوي لا 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 يا زلمه بس شو ما بس يقول لك لا, شمرة آه الله. الله لا <تصفيق> 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 شو مرة يروحوا يروحوا هشام يا الله لا هلو يا كتير لي كثير بتحب شعر الكلب شو هيك نظفهم شو بنظفهم بقرف منهم شو بدنا نظفهم لا مجبور تنظفهم هي التحدي انك تنظفهم كيف بدنا نظفهم ما بيروحوا بلا بايدك هيك ايوه منين <applause> جبتهم يا خيي منين جبتهم عندنا كلب عم ننتفه بال بالبقبل... بالابو هذا معمول للجبنه للبرنامج اصلا النتف عن جد بس بس عن جد مين عامله مين نتف كلمه مين ناتف كلب جايبه هلا انا مين ناتف كلبه جايبه كرمال الحلقه يعني مين المعقد مين المعقد المريض طيب اوكي هلا هلا يا اما يا اما بتقلي قد ايه راح لك مصاري بالبنك على الزبط. يا اما بتتعرف على ميكي ماوس صديقتنا بت, بت... تمسك الفاره وتعليها وتبوسها هيك لا هيدا سؤال هين اول مره صعب كمان هيدي بالسؤال الثالث باقي كمان اهو هلا بنشوف الله يهونا يا ريت اكلنا بنادورة وهيدا لا شو خصبك بك ما خصهم ببعضهم ليك راح مبلغ بمطرحين يعني بطولاتة كان فيه قد بحدود ال ان بتوين يعني 700 ل 750 <applause> <applause> رقم وما خلصت منهم شيء؟ لا عم قلت لك عم بقبض لا بس ما اشتريت عقار لا لا لا, لا. ما عم ما بعت شيك ولا شيء بس هيك عم تقبض 300 دولار بالجمعه؟ بالشهر عن جد عم تحكي؟ شو بيعملوا لك وقت لما بيجوا لك سوبر ماركت؟ ما مش مش عم نقبضهم نقبضهم مش بشحادة. يا لطيف بس بيزعل هذا الشيء طبعاً بس فيك اليوم بتبيعوا شك بس بده يجيبوا لك 15 بيجيبوا لك 100000 دولار ليك بخبرك شغله بس أولت الفتره بلشت هيك بتصير تقول انه بتخسرهم انت مقابل 20 30% بكره بيزبطوا ما هو الواحد بصير يقول بركة بكره بركة بتعمل شيء بركة بزبط ما زبط ما لا صرت يعني صارت الفتره تصعب عليهم وانت تقول بركة بتزبط هيدي الفتره ازتنا اخ طيب يا اما بتكشف عن اسم غنيه لغيرك من الفنانين حققت نجاح كبير وبتتمنى لو كانت الك <applause> يا ما بتعلمني تايكواندو على الهوا انت بطل تايكواندو فيك تقول بس ما عاد اتمرنت مزبوط هلا رجعت هلا بلشت تن... معك زنار اسود هلا بلشت ما فيش هلا فيش خلقي بكل هولي. خبطنا كلنا تكسرنا يعني هلا فش خليه. بس لا هذا الموضوع لا سؤال حلو حابب جاوب عليه اه حابب جاوب عليه سؤال لانه حلو كتير غني في اغاني حلوه مثلا يعني اجا براسي اجا براسي وقل جسار غنيه لوائل جسار بحبها كثير اذا كنت بعذابي راضي جاي تتودعني انا يا حبيبي إن الماضي بعده عم يوجعني يعني هول هول في الحان معينه مش وحده انتبه في عده قبل شوي وقت حكينا على فكره هلا ذكرتني قبل شوي تحكينا عن اللي متصدرين الفن الرومانسي كمان وائل جسار يا الهي انا شو بسمعه كمان كثير كمان بس برجع بقول ايه وائل صوته شوي مصري مصري على ايجو شوي اذا بدك للدفى آه يعني فهمت علي صوته عنده احساس بس ما انه صوت دافي يعتبر مثل متل صابر متل متل م. فضل مثل كيف هيدي آه هذه اغنيه بحبها في اغاني كثير بتمنى بحب اغاني عمرو دياب انت هايتك. انا بحب يعني. اغاني عمرو دياب بحب مثلاً شو احلى اغنيه لعمرو دياب اخر فتره بتحبها كثير مثلا آه عارف انت الحظ بعينه مثلا بحبها اوه أغاني. قويه بتلاقي موديل عمرو دياب هو موديل جدير بالدراسة آه لقلك لك شغلة بزنس موديل يعني كله عمرو دياب دائما متجدد وعمرو دياب بالنسبة لإلي هو مدرسة بقدر اتعلم من هالناس يعني هذا جيل بيسبقنا كان ما تنسى يعني عمرو عمر دياب راغب علامه وليد توفيق هالجماعه وصوف هول هول مع احترامنا للالقاب هول اساتذه هول اخوي انا بتعلم منهم شو بيعملوا ملوقتي كجيلنا كجيل بتعرف شو فيك منهم تتعلم منهم بتتعلم منهم كيف ما تكبر بالعمر يعني راغ ما تكبر بالعمر فنيا ما تشيخ فنيا مستخبرك. يعني راغب ما معقول خي ما بيشيخ فنيا خبرك شغله ما بيشيخ فنيا معك حق مش عم لك لا وذكي انتبه بدك في في هو ذكي بس ولكن الاقوى فيهم فيه فيه. واللي عم عمر. يعرف عمرو دياب يعني برجع بقول لك في هي في حلقه في حلقه كامله بدك تعملها ما فيك تقول انا لبست حلو هلا وفرقتي حلوه اصبح انا جددت لا بدك تجدد كل شيء ما هي حلقه كامله طيب شو نختم الحلقه رح غني لك غنيه مشاهدينا هذا كان هاني العمري بمزح المزح نص الجد بشوفكم بحلقه جديده قول ما بتنوصف ما بتنكتب بحروف من بعد عيني غير ما بتشوف كأنها جاي من الفضاء مخلوقة ما بتشبه حدا جيبوا لي ناس تفاوضا عقلي رهيني والقلب مخطوف عجبتيني كتير مهضوم كتير انت مش بس عجبتيني انت قتلتيني لو في طير وصل وتحبيني من قلب كبير بقدم لك كل سنيني لو في طير وصلك لك وتحبيني من قلب كبير بقدم لك كل سنيني عجبتيني كتير